السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أسامة من مجموعة الولايات الدولية. اليوم إن شاء الله حنستكمل درسنا في برنامج الفوتوشوب ونظريات الألوان. طبعا إحنا في الدرسين الماضيين أخذنا نظرية الألوان، أخذنا أساسيات تبع نظرية الألوان، وأخذنا مقدمة أو الدخول على عالم الفوتوشوب، على برنامج الفوتوشوب. أخذنا بعض الأدوات المهمة وتركنا بعض الأدوات عشان نحن نستكملها في هذا الدرس. طبعا نحن في هذا الدرس إن شاء الله راح نستكمل الأدوات اللي إحنا ما أخذناها أو نحن ما كملناها في الدرس الماضي. هاي الأدوات اللي إحنا راح نستخدمها أو راح نتعرف عليها اليوم هتكون بالنسبة لنا جدا مهمة كمصممين وكرسامين وككل شيء. فأتمنى إن إحنا نركز في هذا الدرس ونبدأ على بركة الله. نحن طبعا في الدرس الماضي أخذنا السلكشن تول أو الموف تول، هي اسمها لها اسمين، سلكشن تول. في استخدم السلكشن تول دائما في الاستوليتر اكثر، فانا متعود عليها شوي احكي لها سلكشن تول، بس كمان نحسن نحن ممكن نحن نقول عليها انه هي موف تول. طبعا نحن اخذنا الموف تول، اخذنا الخصائص تبعاتها وشو كيف نحن ممكن نستخدمها. هلا انا راح اعمل مراجعه سريعه جدا على الاشياء اللي احنا اخذناها في الدرس الماضي، وبنفس الوقت في هذا الدرس اليوم احنا يعني هعمل درس، يعني في الدرس الماضي يعني حنعرف شو اخذنا، يعني حنعمل مراجعة بسيطة وحنكمل إن شاء الله في هذا الدرس. تمام، نحن أخذنا نحن في الدرس الماضي أول شيء وهو أهم، اللي هي الموف تول، اللي هي إنك بتحرك الأشياء أو بتحرك العناصر من مكان إلى آخر. ونفس الشيء إنك أنت ممكن تعمل فيها أشياء عديدة. فإذا حطينا نحن ما شرحنا إذا حطينا كليك يمين شو حيطلع معنا؟ حيطلع شيء عندنا اسمه ارت بورد. حكينا انه الارت بورد رح نشرحه لقدام ان شاء الله، رح نخليه كمان لقدام، ما رح نشرحه حاليا في هذا الدرس لانه كمان هذا الشيء انه متقدم شوي. فرح نترك الارت بورد لانه يعني ما رح نزعج حالنا فيه، بس حناخده اكيد رح ناخده، بس شو بس ما هلا. تمام، اخذنا نحن الموف تول، اخذنا كمان هدول السلكشن الأولى والثانية والثالثة أخذناهم. كيف إذا إحنا بدنا نعمل سلكشن على مكان معين أو على سبجكت معين معانا في ال في في الفوتوشوب. كمان بالإضافة إحنا أخذنا اللي هي كروب تول، اللي بتصغر لك وبتكبر لك الشاشة أو بتكبر لك الصورة، يعني بتقصر لك إياها. نفسها هي أداة جدا جدا بسيطة وحتى موجودة معنا في تليفوناتنا. إذا نحن صورنا في تليفوننا أي صورة حبينا نحن نقصها، ممكن نحن كمان نقصها عن طريق التليفون. هي نفسها موجودة هون في الفوتوشوب، اسمها الكروب تول. طبعا هاي أدوات نحن أخذنا حكينا عنها، لأن نحن أخذها في الدرس الماضي. حطيت لك كمان هون إذا أنت بدك تشوف شي توتوريال، إنك أنت بدك تعرف شو هي، إذا أنت حابب إنك تشوف شو هو شو كيف تستخدم هاي الأداة. مثل احنا شايفين هاي الأداة، خلينا احنا نرجع شوي لورا. عم يحكي لك انه هاي الأداة بتدمج بين صورتين. طبعا بما انه احنا ما في عندنا حاليا صور، فحنشوف الفيديو عشان نشوف التوتوريال. مثلا نفترض انه احنا عندنا كوب من القهوة، عندنا كمان صورة ثانية صورة بحر. إذا جبنا صورة البحر هاي وحطيناها قابيل أو قدام كوب القهوة وكبسنا كبسة واحدة، فراح تلاقي إنه احنا حطينا شو الكوب هذا جوات ال او الصوره هاي جوات الكوب. طبعا في كمان بعض الحركات نحن ممكن نعملها علشان عشان تدمج او يعمل كانها مدموجه، اللي هي عن طريق عن هذا الخيار. هذا الخيار كمان راح ناخذه في المستقبل. وانا بحكي لك اول شيء انت راح تعمل سلكت او حتاخذ ال حتكبس عليها كبسة واحدة، اختصارها حرف الكي. إذا أنت ما بدك تكبس عليها بتكبس عليها كبسة واحدة أو حرف الكي، بعدين بتروح على السبجكت تبعك أو الصورة عندك وتعمل لها شو سلكت. مثل ما نحن شايفين هيك نعمل سلكت للصورة، فهو لحاله حياخذ شو الدائرة تبعها. بعدين نحن بنجيب الصورة فوق نتركها، بنلاقيها لحالها شو اجت الصورة فوق التاي، بس مثل ما ملاحظين لسه ما كتير هي الصورة جاية مناسقة. فنحن ممكن نحن شو نعمل، يعني نخصصها على راحتنا ونعملها متناسقة ونعملها تكون شو ممتازة. هي بالنسبة لأداة تبعتنا. طبعا احنا مثل ما حكينا في عندنا بعض الأدوات أو في عندنا بعض الخصائص اللي هي احنا ممكن نحن نحركها في أي اتجاه نحن حابينه. مثل ما نحن شايفين حتى كمان نحن ممكن نضيف أي صورة فوقها مشان شو نغير الصورة اللي جواتها، ما في عندنا أي مشكلة. ممكن نحن هلأ نعمل هذا الخيار سوا. أول شيء نحن حنروح نعمل حناخذ صورة من جوجل، صورة كوب قهوة. خلينا نقول إنه هو كوب قهوة، خليكم معي ثواني.
شوي أنا أخذ بس شي صورة بتكون مناسبة عندنا. ولنفترض إنه نحن بدنا ناخذ هذا الكوب، فراح نعمل له داونلود. هلا برجيكم اياه. خليني نجي على الفوتوشوب، نجي على فايل، نكتب اوبن. بعد ما نحط اوبن راح نختار الصورة اللي نحن بدنا اياها. ولنفترض إنه نحن بدنا هاي الصورة، نختار هاي الصورة تبعتنا تبع كوب القهوة. شوف كيف عندنا الصورة ممتازة، حتى الكواليتي تبعها جميلة. هلا حنطلع نحن برا، راح نكتب مثلا بحر او سي مثلا. خلينا نكتب بحر. راح نجيب شو بسموها صورة لبحر، بس لازم إنه تكون من الأعلى عشان تطلع الصورة متناسقة. خليكم معي بس خلينا ندور على شي صورة. اوكي، ولنفترض ان احنا بدنا هاي الصورة، نعملها داونلود. اوكي تمام. نحن هلا اجينا بنقول له شو اوبن فايل، بعدين بنقول له اوبن، وبعدين نحن نجي على الصورة تبعتنا بنحطها وين؟ بنحطها هون. نحن بناخذ هذه الصورة هاي، نشيل القفل تبعنا، ناخذ الصورة نحطها باللاير وين عند القهوة هون بهذا الشكل هيك. خلينا نحطها مثلا، أو خلينا نخفيها مبدئيا. بعدين نحن نحط حرف الكي اختصارها. بعد ما نحط حرف الكي بتلاقي نحن أنا طلع شو، طلع عندنا دائرة زرقاء. نعمل هيك بهذا الشكل، لما تلاقي إنه نحن طلع عندنا شو الصورة هاي مثل ما نحن شايفين. أو ممكن نحن شو إذا عملنا كليك يمين، ما أوكي ممكن نحن نعمل هيك. خلينا نشيل هذا السلكت، نيجي نعمل شلون هيك. اوكي تماما. فهلا نحن بناخذ الصورة بنحطها هيك. شوفوا مثل ما انتم ملاحظين معنا، بس حاليا الصورة خلينا نعملها هيك، كانت الصورة موجودة فوق بهذا الشكل. نحن راح نضطر انه نصغر شوي الصورة، لأن الصورة طلعت كثير كبيرة مثل ما نحن شايفين. مثل ما نحن شايفين بنصغرها شوي من هون هيك، نصغرها شوي من هون هيك، نصغرها كمان من هون، نفترض هيك، أوكي، ونصغرها شوي هيك، يعني إنه بس نوصل المعنى، نصغرها شوي من هون، نصغرها شوي هيك، بحيث إنه شو تكون عندنا بهذا الشكل تقريبا. خلينا نصغر هيك، نكبر شوي يعني، بحيث إنه نحنا نعم نعطيها حقها وتكون هي في النص تماما. ورجينا هون كيف، خلينا نطلعها شوي هيك مثلا، نجي هون خلينا نعملها هيك. استنوا شوي، اللابتوب بده شحن، خليني أشحنه. تمام. نحن في عندنا هلا مثل ما احنا شايفين عندنا مود فوق. احنا ممكن نحن نختار اي مود نحن ممكن يعني نلاقيه مناسب. طبعا هذا المود بيخلي عندنا الصور بتكون مدموجة مثل ما احنا شايفين. اذا عملنا مثلا خلينا نقول سكرين مثلا واوفرلي، نلاقي انه شو الصورة عم تنتمي، ان صورة البحر عم تندمج مع القهوة مثل ما نحن شايفين. يعني هي هلا العادية نورمال. ممكن نحن نشوف كيف عملناها مثلا كارل بلين، عليناها لايت سكرين عم تندمج، بس نحن ما بدنا، رح نعملها نورمال مثل ما هي موجودة هيك. حنعملها هيك ورح نعملها من هون هيك، رح نصغرها يعني. بس هيك يعني بهذا الشكل تقريبا إلى حد ما. نعمله هيك، نوديها شوي هيك.
خلينا نصغرها كلها من فوق لتحت هيك، يعني هيك تقريبا. هاي هي الفكرة من هاي الصورة، هي بهذا الشكل. ممكن نحن حتى نعمل هيك، نعمل هيك، نوديها يمين، نوديها يسار، نخليها مثلا هيك مثل ما نحن شايفين، مثل ما نحن كيف يسموه، مثل ما نحن عم بدنا. هي بالنسبة لهذا ال بالنسبة لهذا التول، بالنسبة لهي هذا الخيار اسمه فريم، اسمه فريم تول. نروح حاليا على الخيار اللي بعد. احنا اخذنا هذا الخيار اللي هو بيعطيك اي لون انت بدك اياه، بيعطيك الكود تبعه، تكبس عليه كبسه واحده. بنفترض نحن بدنا اللون الازرق هذا، مثل ما احنا شايفين طلع لنا هون اللون، طلع لنا مثلا تحت الكود. طبعا احنا هذا الكود نحن شو شرحناه وشرحنا كل شيء فيه، ايه، فشرحنا كيف ممكن نحن يجي مثل ما احنا قلنا انه كل ما كان لفوق، كل ما كان انه كل ما كان فوق صفر، وكل ما كان ابيض، كل ما كان لتحت، كل ما كان اسود. هذا شو هذا انت شرحناه، نحن شرحناه في نظرية الالوان. لو بتتذكروا بتراجعوا معنا المحاضرة حتى تتذكروها، عن ما حنتذكرها مع بعض. اللي كنسل هون احنا هي اخذناها لهي الاداة، ما فيها شيء مميز، بس انه شو تعطينا اللون اللي نحن بدنا اياه. تمام، بنروح على الأداة اللي بعدها، واللي هي هي أداة خلينا نعملها مثلا. كيف بتعمل هي أداة اللي لما إجا الذكاء الاصطناعي خفاها أو ما عاد لها داعي. هي الأداة بتصير بتخفي لك أي شيء بدك إياه، يعني مثل ما احنا شايفين هي الأداة لما إجا الذكاء الاصطناعي يعني ما صار لها داعي. يعني كيف؟ خلينا نحل الإكس مثلا، نيجي لهون. هلا حاليا نحن لنفترض أن نحن بدنا نخفي هذا هي القهوة. شوف كيف صارت مختفية، راحت. خلينا نخفي هاي البن، شوفوا كيف راحت. نخفي هاي مثلا، شفتوا كيف انه هي هاي الأداة بتخفي العناصر الموجودة عندكم. ولنفترض نحن بنخفي هذا العنصر، لاحظوا معي كيف عم يروح. طب خلينا نخفي نحن هذا العنصر مثلا، شوفوا كيف حتروح عندي هذا بهذا الشكل. الأداة جدا ممتازة، ولكن لما اجى الذكاء الاصطناعي يعني مثلا ما عاد حد يستخدمها. شو يعني الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نفترض نحن نروح على الموف تول، تمام، او خلينا نروح على السلكشن تول. طيب انا حاليا شايفين صورة الكوب القهوة، بدي اشيله كله، ما بدي اياه. طبعا هذا الشيء صعب جدا قبل ما كان الذكاء الاصطناعي موجود. طبعا اي ذكاء اصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي يلي موجود في في فوتوشوب، يعني مو الذكاء الاصطناعي اللي برا، لا، الذكاء الاصطناعي اللي موجود في فوتوشوب. تمام، نيجي على أداة الاختيار هاي، نحن بنروح الكليك يمين، بنضغط على الدائرة، نحط شيفت وبنضغط هيك بهذا الشكل، هيك هيك. تمام، هلا صار في عنا تحديد على هاي المنطقة، واللي هي منطقة شو؟ منطقة الكوب. هون في عنا خيار، طبعا هذا الذكاء الاصطناعي ما موجود على شو؟ على غير على نسخة 2024. إذا بتنزل نسخة أقل من 2024 او 2023 راح تلاقي عندك انه هاي او هذا الخيار مو موجود عندك. تمام، نفترض نحن نزلنا تبع 2024، تمام، نفترض ان احنا نزلنا تبع 2024، لقينا نحن عندنا هاي الخيار. فحنيجي لهون على شيء اسمه جنريتيف فيل، هي حط عليه ضغطة واحدة فبيحكي لك هون اكتب شيء. ممكن نحن بكل بساطة نكتب ريموف ونقول له جنريت، أو إنه سوي اصنع. حيستنى شوي، حيطلع معنا تحميل سريع مثل ما احنا شايفين شو راح يصير معنا هلا. شوفوا كيف، طبعا نحن ممكن نحن نخفي الصورة هاي، طلع لنا شيء تاني. يعني شوف، روح لنا كل الكوب، عملنا كوب تاني. طب خلينا نحن انا بدي اشيله كله كليا، فخلينا نحن نعمل جنريت تاني. مثل ما احنا شايفين عم يطلع لنا اشياء تانية. طبعا هو دائما لازم نحن نعطيه شرح مفصل لحتى يعطينا الخيار اللي نحن بدنا اياه. وخلينا نقول مثلا اذا قلنا له مثلا، خلينا نقول شيل الفنجان مثلا، نقول له مثلا لا شوي، مثلا اذا جينا هون ريموف مثلا، قلنا له ريموف
كوب ونارو جنريت. بس تساوى عندنا، أعطانا خيارات ثانية بهذا الشكل، شوف كيف هون أعطانا كأنه في يد. المهم هذا هو الذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب. لنفترض نحن، خلينا نروح على هاي الأداة، نجي لهون نعمل هيك ونسوي هيك، في نكتب هون مثلا كوب. نعمل تحميل، عم يعملنا فقط هاي. ليش ثواني شوي، كوفي هاي، كوب كوفي. طيب اذا كتب لنا بالعربي، على فكرة كتب لنا بالعربي، لانه هم بيحكوا لك اي في 100 لغة، فخلينا نكتب. هلا نجرب نكتب بالعربي شو راح يطلع لنا. خلينا نكتب هون مثلا بالعربي، يعني إذا راح يطلع لنا بالعربي ولا لا. خلينا نشوف، حتى هون ما بيطلع لنا بالعربي لأنه يمكن الصورة شوي ما بعرف شبهها. خلينا نشوف مثلا صورة تانية، خلينا نروح على صورة البحر هون. تمام، خلينا مثلا نحن نحدد هيك ونكتب مثلا شارك. حلو، تمام. مثل ما شايفين حط لنا هون، بس مو كتير واقعي. إذا حطينا، طيب خلينا نكتب مثلا، خلينا نترجم له، إلا مثلا بدنا سمكة قرش ولكن من الأعلى. حطيت شارك مرتين، حطيت شارك مرة واحدة. طبعا هون عم يعطينا خيارات بس غير واقعية أبدا. طيب نعمل مثلا هيك، خلينا نكتب مثلا نعمل هيك مثلا ونكتب شلون سفينة محطمة. مثل ما احنا شايفين دمجنا سفينة محطمة بشكل جدا ممتاز، شوفوا كيف حطلنا سفينة.
كان الأعلى. يمكن أنا كمان كان خطأ، لأنه شو كنت حاطط الخيار إنه سلكشن خطأ، خليني أعمل هيك مثلا، خليني أجي لهون أكتب مثلا، هون خليني أكتب شارك مثلا. كيف حطها بشكل غبي. طب خلينا كمان شو نحط مثلا، حنعمل هيك ونكتب هون مثلا شارك. أنا بدي أسوي لي واحد يكون شكله ضعيف. أيوة شوف هذا شوي شكله يعني، أيوة هذا ممتاز. هذا خلينا نشيله، هذا خلينا نشيله، شوفوا كيف هذا ممتاز يعني، شوف كيف دمجه، حتى حطلنا فوقه كأنه عكس أنه عكس المي، شوف كيف أبدا ما مبين إنه هي غير حقيقية. شو ممكن نحن نضيف كمان، نعمل هيك نكتب له مثلا الناس عم يسبحوا، some people swimming who are swimming when the people are swimming. حطلنا اياه بالشكل جدا غير طبيعي. كنا احنا كمان نعمل اشياء ثانية عديدة بالذكاء الاصطناعي. نشيل اخر واحد، نشوف كيف الباقيين. مو دائما بتزبط، لانه في لسه تطويرات عليها. هلا في تحديث نزل صار الفوتوشوب 2025، أعتقد صار فيه تحديثات أفضل، صار فيه أشياء أكثر متطورة أكثر. نرجع نحن على الصفحة تبعتنا، شفتوا كيف نحن أخذنا أشياء جدا مهمة عن الذكاء الاصطناعي، كيف هي ممكن تختصر علينا وقت، وكيف هي ممكن تدمج لنا أشياء مع بعض هالبعض. طبعا هي بالنسبة لأول 1 2 3 4 5 6 7 8، هي أول 8 أدوات صرنا خالصين منها. وهلأ نجي نحن على الأداة الأشهر، واللي هي أداة البراش تول. أداة البراش تول أداة جدا مهمة لك كمصمم، ممكن أنك تكون كرسام، ممكن أنك حتى ترسم في الفوتوشوب، يعني أنت ممكن ترسم رسومات جدا جميلة. ف طبعا كل هذا حيكون باستخدام البراش تول أو الفرشاة باللغة العربية. احنا هون عندنا الفرشاة جدا كبيرة، فعم نصغرها لها. كيف بدي أصغرها؟ أول شيء ممكن نحن نضغط من فوق من هون على شكل البرش، هذا هو، نضغط ضغطة واحدة حنلاقي مكتوب هون سايز، ممكن نحن نصغر ونكبر على راحتنا. هون عندنا البرش أساسا هي حتكون بهذا الشكل هيك، مثل ما نحن شايفين، ممكن نصغرها مثلا هيك، ممكن نحن نصغرها أكثر وأكثر رح تصير هيك، وبنصغرها كمان أكثر وأكثر فبتصير هيك. إذا كمان نحن ممكن نحب نكبرها تصير مثلا هيك. طبعا أنا عندي خيارات تانية، أكيد عندي خيارات تانية، اللي هو هاي شيء، في شيء عندنا اسمه السوفت راوند، وفي شيء عندنا اسمه الهارد راوند. الهارد بيكون شو شكله، ما فيه فيدد، ما فيه غباش. أما هذا شوفوا كيف ما فيه غباش، أما هذا فيه غباش، شوفوا كيف الفرق بيناتهم، واحدة طالعة كأنه مغبشة والتانية شكلها كأنه ثابتة هيك، من ما فيها أي شيء. لاحظوا معي شلون،
بهذا الشكل. هي طيب أنا فيني أغير يا ترى اللون تبعها؟ أكيد من طريق هذا الكلر مود من هون الضغطتين، ولنفترض بدي إياها أنا بنفسجي، أقول له أوكي شوف كيف هلا صار لونه، صار لونه بنفسجي. طيب في عندنا برشات تانية ممكن أستخدم البرش هذا أعمل له في أشكال تانية. طبعا أنا هلا عم بحط كنترول زد، كنترول زد، كيف ممكن أستخدم برش وكيف ممكن أنا شو أعدل عليها. هون يحكي لي أن في برشات أنت ممكن تنزلها عن طريق الانستغرام، عن طريق الجوجل. هون عم يحكي لي أنت ما في عندك برشات أو برش عشان أنت تستخدمها، بس أنت فيك تنزلها في كثير مواقع ممكن تنزل منها أي برش تول. جدا مهم، ابحثوا عليها هاي الاشياء ممكن تفيدكم. تمام، هلا نحن ممكن نلعب بالبرش. اكيد ممكن نضغط هون، بحكي لك انه هذا هو شكل البرش تبعك، فيك انك انت تعمله بيضوي بهذا الشكل. لاحظوا كيف صار شكله بيضوي، صار كلها نفس البيضه. طيب عشان نغير اتجاهها، اكيد شايفين السهم هو رايح على اليمين. طيب شوفوا كيف اذا خليته رايح لفوق، شوفوا شو صار معي، صارت معي شكلها مختلف. طب بدي اوديها مثلا على الزاويه تحت، شوفوا كيف صارت على شكلها على شكل زاويه. تمام، هل طبعا أنا ممكن بدي أخلي شكلها رفيع أكثر، خليني مثلا أعمله هيك، وبعد ما أعمله هيك خليها مستقيمة بهذا الشكل وأصغرها أكثر. لاحظوا معي شلون صارت، صار شكلها كثير رقيق، شوفوا مقارنة بالباقيين صار شكلها رقيقة جدا. ممكن نحن نرققها أكثر، ممكن نحن شوفوا كيف رققناها كثير 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 كثير، شوف شو هيصير معي، حتصير كأنها شو خط. تمام، ما بدنا هيك، ممكن نحن نكبرها ونخليها مثل ما هي، نرجعها هيك، أو ممكن إحنا بكل بساطة نضغط هون خلاص رجعت مثل ما هي. ضغطنا وين؟ ضغطنا على البرش هاي مرة ثانية فرجعت مثل ما هي. ما في عندنا عدة برشات بس أغلبها نفس الشيء، كلها يا هارد يا سوفت، ما في عندنا أي شيء ثاني. ممكن إحنا نلاقي عندنا برشات جاهزة منزلينها عن طريق يعني الفوتوشوب هو نفسه منزل لك إياها علشان أنت تستخدمها. أشكالها جدا عديدة وكثيرة، شوف كيف مثلا عندنا هذا البرش هيك شكله، يعني بيعمل لك كأنه ما كأنه شوفوا كيف خلينا نرجع لورا، حيكون حيصير كأنه دم. على فكرة لو اجينا لهون حطينا اللون الأحمر قلنا له أوكي، شوفوا كيف صار كأنه دم متلطخ، شوفوا كيف صار كأنه في واحد راشش دم. بتفيدك أحيانا، انزل تحت تشوف بنلاقي مثلا برشات تانية، هاي بتمسح أعتقد. خلينا نيجي لهون مثلا، شوفوا هاي مثلا كيف شكلها، هي كأنها دهان، تعرفوا كيف الدهان؟ هي دهان. طيب شوف شوفي كمان في عندنا، هي نفسها ترى الدهان. هي نفسها كمان تبع الدهان. هي نفس الشيء. شوف كيف هي يمكن تدمج لك الألوان مع بعضها، يمكن والله الله أعلم. تمام، ممكن احنا نشوف كمان، شوف عندنا برشات ثانية، شوف هاي، شوف كيف كان صار كأنه كأنها مي عم ترش، شوف كيف كأنه كمان نقطة دهان. طبعا احنا عندنا كثير برشات وكثير اشياء ممكن احنا نستخدمها. خلينا نشوف شو في عندنا كمان. هي بالنسبة للبرش تول، اوكي نرجع نروح على البرش تول. طبعا في عندنا شيء اسمه بين، اللي هو كأنه قلم ترسم عليه وكأنه مثلا نفس القلم. ما في عندنا أشياء ثانية اللي هي بتعمل لك إياها كأنه باللون اللي أنت بدك إياه واللون الأحمر. أنا مثلا بدي أغير أنا هون، اللي مثلا نحن شايفين معي يبين، لأنه ليش لونه رمادي، لاحظين معي شوف كيف اللون عم يصير باهت. تمام، في عندنا كثير كمان أشياء، هي بتعمل لك ميكس لكل شيء. نحن شايفين بهذا الشكل. نعم، هاي بالنسبة للبرش تول. خلينا نمسحها هاي، لو بدي واحدة تانية هيك نمسحها. أوكي، بالنسبة للبرش تول هي جدا أداة بسيطة وأداة مهمة، أداة بسيطة
بنفس الوقت أداة مهمة. خلينا نشوف نحن الأداة اللي بعدها. هي الأداة مثل ما احنا شرحنا، هي نفسها، هي الأداة أو هذا التول، هي نفسها هي التول، هي بتمسح وهي بتمسح، بس هي لما تمسح بتمسح لك من مكان وبتحط لك في مكان تاني. شوي بس يمكن نعلق شكل اللابتوب. خلينا شوي ليش على، تمام اوكي. هاي الاداه، خلينا نجي لهون مثلا على الصوره تبع شو، تبع البحر. نجي على هاي الاداه، نجي لهون، فنحن بنقول له اذا ضغطنا شو على على الت، بقول له انا شوف، خلينا نعمل زوم، بقول له بدي اياك تشلي من هون تحط لي هون. يعني مثلا نحط اول شيء اوكي، نروح عند الالت، شوفوا كيف هلا لما نجي خلينا نكبر البراش تبعنا، شوفوا كيف عم تيجي، يعني اللي هون عم يجي لهون. فهمتوا علي شلون؟ يعني خلينا نفترض انه احنا بدنا نجي ونجيب الشجر هذا، فانا بدي كتر شجر هون. شوفوا كيف، لاحظوا شلون معي عم اكتر شجر. خلينا مثلا بدي اجيب من هون، أنا بدي اجيب هيك واعمل هيك، بدي اجيب من هون مثلا واعمل هيك، بدي اجيب من هون واعمل هيك. شفتوا كيف؟ يعني انا ممكن اجي من مكان واحط مكان تاني. طبعا هون شايفين شو صار معنا، لا ليش، لان احنا هي اساسا لاير تانية، فعشان هيك طلعت بهذا الشكل. ممكن نحن نرجع لورا شوي عشان نحن نتفادى هاي المشكلة. هاي الاداة طبعا ما كثير نحتاجها، ليش؟ لانه الذكاء الاصطناعي هو خلانا خلاها الأداة، بأنه ما كثير نحن ممكن نستخدمها، يعني خلاها بوقت ثاني إنه ما حدا حيستخدمها بالمرة. فهي الأداة كمان أو هي التول ما كثير نحن حنحتاجها، لأنه الذكاء الاصطناعي هو صار في إلها بديل، يعني صار في إلها بديل عن طريق الذكاء الاصطناعي، أبسط وأسهل منها بكثير كثير. تمام، حناخذ البريك ونكمل إن شاء الله باقي الأدوات.